السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross الخطايا 7. فيديو اليوم راح نحكي عن التحديث اللي راح يجي بكرة يوم الخميس على الجي بي اللي هو النسخة اليابانية والكورية، ويوم الثلاثاء لعنا على الجلوبال. التحديث هذا فيه شغلات مهمة، بقى انتبهوا وشو هنحكي، لأنه للأسف اللعبة سويت حركة سيئة، ما بعرف اذا راح تكون شيء حلو ولا لا. فخلينا نبلش بالفيديو. اول شغله طبعا مثل ما انا توقعت وقلت لكم اكثر من مره بالبث وبالفيديوهات، انه الشخصيه القادمه 90% راح تكون لوديسيال الاخضر، ومثل ما انتم شايفين الشخصيه الجديده اللي هي لوديسيال الاخضر. هلا للاسف تمنينا انه يكون واحد من الملائكة غير الموجودين حاليا عشان نقدر نستخدمه مع الشخصيات الموجودة حاليا، مثل مثلا يجيبوا مثلا إيلاتي، يجيبوا فالكيري، يعني في اكثر من شخصية ملائكة بس حاطينها غير معرفة، كانوا ممكن يقدروا يجيبوها على اساس انه هي ملائكة مشان نقدر نحطها بالتيم مع الشخصيات الموجودة، وخاصة بالنسبة للودسييل. ليش؟ لانه لودسييل مارغريت لساتها اقوى، يعني فيكتور من اقوى الشخصيات باللعبه، بقى لما تجي لودسييل معاها ساعتها راح تضطر انت يا اما تحط لودسييل يا اما تحط لودسييل مارغريت اللي هو الفيستيفال. هي الشغله الوحيده السيئه بالشخصيه، يعني لو جابوا شخصيه هي شو كان اسمها اللي بالجزء الثاني يمكن موجودة، لا بالجزء ما بعرف اي جزء، اللي هي كانت حارسة البوابة، لو جابوها إلها، لو جابوا مثل ما قلتلكم في إلاتي، لو جابوا اي شخصية ملاك ثانية غير الموجودة، كان هذا الشيء راح يكون جدا 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 رائع، مو شوي جدا رائع، بيكون هيك اللعبة عن جد ختموها. ليش؟ خلينا نقرأ البسف تبعه. البسف تبعه شو بتحكي للودسييل؟ increases goddess allies attack little stats by 7% and for every goddess ally on the battlefield increase the hero's damage dealt by 15%. هلا الجزئية الأولى بس 7% ولا كل شيء and؟ هي مكتوب and، يعني المفروض كل شيء مع بعضه. شو خلينا نقول انه كل شيء مع بعضه، شو يعني؟ راح تزود الاتاك ريليتد ستاتس تبع الملائكة 7% وتزود له الدمج اللي بيعملوه 15% على كل جادس بالتيم. الجادس اللي هو الملائكة، يعني على كل ملاك بيزود 7% اتاك ريليتد ستاتس و15% دمج زيادة. بتعرف شو يعني هيك؟ يعني انت عندك 3 شخصيات قدام، معناها راح يزيد 21% اتاك ريليتد ستاتس وراح يزيد 45% دمج زيادة لشخصياتك الملائكة. يعني ساعة الترم مايل راح يعمل دمج مرعب، مو شوي، لا لا مرعب. هلا لو كانت فقط 7% الكل راح ياخدها، مو حسب كم قادس عندك، و15% دمج، هي ممكن تقول ساعتها شوي صار اقل. بس لو كانت كلها حسب كم قادس عندك، يعني هذا راح تزيد وهي راح تزيد، راح يصير ساعتها مرعب فريق الملائكة بالدمج تبعه، وممكن كمان ترى تستخدموه بالثعبان. انا عملت فيديو بس بكره راح نزله، اني كنت نزله اليوم بس لما شفت التحديث حلو قلت لحالي لا خلينا نحكي على التحديث احسن، انه في ناس كثير ناطره كانت الشخصيه. هلا هذا هو الباسيف تبعه. الباسيف تبعه جميله وكثير كثير قويه، وفي شغله دام عندك علامه هي علامه الكف، معناها فيك تحطه ورا، يعني ما في داعي تحطه قدام، فيك تحطه ورا وراح تاخذ الباسيف كامله. عرفتوا كيف؟ يعني هذا شيء جدا 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 رائع وجدا قوي، بس للاسف في مشكله وحيده فقط، انه لازم تستخدمه فريق الملائكه، غير فريق الملائكه ما راح يكون منه اي فائده. يعني اذا ما كان عندك ولا شخصيه ملاك بالتيم لا تحطه لهذا الشخصيه، الا مشان اذا بدك انت مشان حركاته نفسها، لانه في عنده حركه كثير 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 قويه وكثير كثير كثير مزعجه، هلا بنحكي عليها. هلا بالنسبة للجريس تبعه، انه نفس لودسيال العادي اللي هو انه لمدة لفتين ما في يعمل لك لا يحجرك ولا يعمل لك فريز ولا يعمل لك ستان، هذا شيء كمان جميل.
نفس شو اسمه، نفس الاوديسي العادي. بالنسبه لحركاته، الحركه الاولى بتعمل بيرز دامج ايكوال تو 500% اوف اتاك اون وان انمي، بيضرب شخص واحد ضربه البيرز اللي هو 3 اضعاف الدمج او 3 اضعاف البيرز تبعك. بالنسبه للحركه الثانيه وهي الحركه السيئه جدا او يعني المفيده جدا، اللي هي كرييت ا بارير اراوند اول الايز ايكوال تو 300 اوف اتاك فور تو تيرن، تيك دامج اونلي فروم بيسك ستاتس وين اتاك اكسكلوز اكسكلود رابتشر. شو يعني؟ انه بحط على حاله، يعني هاي بالضبط نفسها نفس درع ليز الزرقاء القديمه اللي هي الفستيفال ليز. شو بيعمل؟ بحط على حاله درع، هذا الدرع اي شيء اي شيء من شو اسمه، لا مو هون نفوت، كنا اي شيء من الزيادة مثلا، خلينا نشوف هاد، اي شيء ازرق ما راح يشتغل، هذا هو الدرع تبع ليز. يعني ساعتها انت بالضربة تبعك هي راح تصير عبارة عن انفكت دامج ايكوال تو 200% اون وان انمي، 400% 500%. نفس الشيء هاي انفليكت دامج ايكوال تو 100% اوف اتاك اون اول انمي، حتى من غير ما يعني لا هي راح تتفعل ولا هي راح تتفعل بسبب الدرع. يعني اي شيء ازرق غير الرابتشر ما راح يشتغل دام انت عم تضرب الدرع هذا. عرفتوا كيف ليش هي جدا قوية الحركة؟ انه ساعتها انت كل حركاتك راح تصير فقط ارقام من غير اي شيء زيادة. يعني هو نفسه اذا ضرب راح يصير فقط انه بيعمل دمج 500% من الاتاك تبعه، ما راح يعمل بيرس دمج. عرفتوا كيف؟ بقى مشان هيك هذا الدرع جدا 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 قوي، وخاصة انه هلا في ناس كتير عم تستخدم كانت ليز. يعني انا كنت بدي اعمل فيديو بس لكان انه كان الكمبيوتر عندي خربان، كنت بدي اعمل فيديو جرب ليز الملاك معه، لانه ليز الملاك كل ما تجي شخصية جديدة بحب اجربها، لانه بصراحة الريفايف تبعها جبار والدرع تبعها جدا جبار. بقى راح يكون هذا الشيء، يعني فيك تستخدمه ورا وفيك تستخدمه قدام، الكرت الدرع تبعه فيك تستخدمه قدام. بس للأسف الشغلة الوحيدة اللي مارجريت لسات أحسن منه في الكرت الأزرق تبعها أقوى. ليش؟ أو يعني قوي، لأنه أول شيء بتشيل الديبافات من عليك، بقى ساعتها ما في يعني اللي ضدك، إذا كان عندك إذا كان ضدك مارلين أو جوثر ما راح تفرق معك، ونفس الوقت بتزود لك الدمج وبتنقص لك الدمج اللي انت راح تاكله. يعني مارغريت من هاي الناحية فقط احسن، اما الباقي هذا جبار كبسيف وجبار بالحركة هاي. الالتيميت نفسه نفس لوتسيال العادي، ما في شيء واو. هلا بالنسبة للشغلة الثانية اللي هي اثنين، غير انه جابوا لوتسيال، وبصراحة هذا شيء جدا سيء لانه ساعتها انت راح تختار بين لوتسيال وبين مارغريت. الشغلة الثانية انه ما بعرف ليش اختاروا من كل البانرات اختاروا انه يحطوا بانر سبيشال اللي هي بانرات الايفنت. الايفنت اليوم بيعرف شو هي الايفنت، اي بانرات ما بتجي الا بشيء خاص، يعني بانرات شيء خاص. هلا في احيانا بانرات الفستيفال احيانا بيجيبوا شخصيات معينة، بس اغلب الوقت بتكون هي بانرات بتجي كل 3 4 شهور مره، وبتكون بانر 600 جيم والريت تبعها جدا جدا سيء، لانه فيها شخصيات شوي سبيشال وفيها شخصيات جدا قويه. يعني تخيلوا مثلا نحن صرنا عم نلعب اللعبه بحدود 3 سنين ونص 4 سنين لهلا، انا عندي مارلين 36 مدري 46. بقى تخيل هذا الجديد بدك تسويه 6 6. هلا بصراحة الريت حلو، الريت 0.5 جدا حلو، أحسن من الفيستيفال، الريت تبعه أعلى من ريت البانر تبع مايل نفسه تخيل. بقى هذا الشيء الوحيد الحلو. المشكلة البانر 600 جيم، فيها شخصيات حلوة، فيها يعني شخصيات كتير قوية، هي جدا مفيدة، هي جدا مفيدة، هي كمان جدا مفيدة، هي مفيدة، هي لساته مفيدة، هذا لساته مفيد، وهذا مفيد جدا راح يكون لفريق الملائكة. البانر قوية، البانر بدك 600 جيم لحتى تضمن انه يطلع لك نسخة لوديسييل. بصراحة لوديسييل راح يكون قوي، وخاصة حتى لو ما بتحطه بالبي في بي
الدعم فيك تحطه ورا وراح يكون جدا قوي. بس بدي اعرف اذا هي الاتاك الساس راح تاخذها 7% على كل جادس ولا لا 7%، والدمج اللي بتعمله زيادة هو بس راح يزيد على حسب الجادس تبعك. البانر مثل ما قلت لكم جدا قوية، وللأسف الشخصية كمان قوية، وفي كتير ناس راح تسحب عليه لأنه البسف تبعه جبارة من الآخر، والكرت هذا كمان شيل جبار. ومثل ما قلت لكم أعتقد ممكن كمان ينفع بالحية، مو 100% بس ممكن ينفع بالحية. ليش؟ لأنه بس بدك تحطه بدال ليز ولا بدال إلاتة. إلاتة جدا مهمة، ودام انت بدك تحط إلاتة لازم تحط ليز، لانه ليز بتجيب لك هيل وبتجيب لك التيميتات كتير، لانه انت مستحيل تقدر تخلصها من غير هيل. شيلد ما راح يكفي، بدك تشيل مين مثلا؟ تشيل مايل بالتيم وتخلي بس فريا، ساعتها تيمك راح يكون، لا والله ممكن تصدق تشيل مايل، لا بس هيك ساعتها والله ممكن تشيل المايك تحطه مكانه. بس مشكلة ساعتها بس نظام تيمك عبارة عن كرت واحد منه والباقي كله فريا. لا لا ممكن نجربه. المهم هالأول جابوا شغلات تانية، جابوا ما بعرف ليش، شو أظن بهي البانر الفري اللي نظامي مثل قلتها. جابوا بانر تانية نفس الشي 90 جيم، سوري 90 تاخد شخصيات 90 ليفل تس. في راجناروك بان اذا هيك، لا حلو اذا هيك حلو بان حلو، بس بان من البان، وهذا كمان يمكن لا باس به. المهم وطبعا هون في شغلات حلوه، انه انت كل بعد ملتيتين بتاخذ هاد، بعد 4 ملتيات بتاخذ هاد، بعد 6 بتاخذ هاد، بعد 8 بتاخذ هاد، وبالعاشره بتختار اي شخصيه بدك اياها. يعني هيك ساعتها اعتقد هيك فيك تقول انه صار بان راجناروك فري تو بلاي، اذا فيك تختار هون اي شخصيه بدك اياها من هدول فيك 100% اختاروا بان اذا ما عندكم يا 6 6، لانه بان بيعطي اتاك 10% لكل الاشخاص وفيك تحطه ورا. عرفتوا كيف؟ هاي بالنسبة ل هاي بالنسبة ل البانر الفري. البانر الفري طبعا تلعب مهمات معينة مشان تاخذ الجيمات، سوري تاخذ الملتيات. اول ملتي هون تاخذ 5، وهون في كمان ايفنت تاني هون تاخد 2، هون تاخد 3، هي صار 11، 1 2 3 4 5، 5 بـ5، عليكم 5 بـ5 صح، بصيروا 10. بتعمل 10 ملتيات على البانر وبتعمل وبتاخد شخصيتين والبان من الاخر. هلا بالنسبة للشي التاني اللي هون شفته هلا، او سوري المشن، اول شيء طبعا راح يعطونا مالتي مجانيه على البانر، ان شاء الله يطلع لكم كلياتكم، يطلع لكم لوديسيل بالمالتي المجانيه وما تضطروا تسحبوا ولا سحبه على اللوديسيل. بس اللي بده يعرف المهمات، تلعب 3 ريد اللي هو الشيطان، تلعبه 3 مرات، كلير هوك ايفنت، ايفنت تبع هوك اللي راح يكون موجود، وين هم حاطينه هون، ايوه هاد، تلعبه 3 مرات وبتخلصها، او 5 مرات. بترفع الجير 10 مرات، اي جير بترفعه 10 مرات، بتعمله انهانس 10 مرات. تلعب بي في بي 5 مرات، واخر شيء تشتري من الفاينل بوس الجديد 5 شغلات. طبعا الفاينل بوس اللي راح يجي بالبانر اللي هو جلوكسينيا ودرول، راح يكون في جيمات لانه راح ينزلوا الديفيكولتي الجديده جلوكسين، يعني كان اقل شيء كان اكستريم، هلا راح يكون في الهيل ديفيكولتي موجوده. طبعا بس يجي التحديث لعنا بنحكي اكثر عليه، بس هيك هلا اهم شيء انتم تعرفوا البانر. مثل ما قلت لكم البانر لا باس فيها، او فيك تقول يعني 70% حلوه البانر تبعه، خاصه اذا ما عندك هي الشخصيات اللي هو السبيشال اللي ما بتجي بكل بانر. بس للاسف 600 جيم وانت لساتك هلا طالع من بانر مايل، في ناس هلا عم يسحبوا على مايل، بقى ما راح يكون عندهم وقت يقدروا، او ما راح يزيد عندهم وقت يسحبوا، لانه هي البانر بتكون عبارة عن اسبوعين فقط. صح الريت تبعها حلو، بس الشخصيات ممكن لا قوية، بس اذا طلع لك شخصيات القوية بالبانر راح يكون بانر جدا رائعة، خاصة 1 2 3 4 5 اذا ما عندك اياه لسه. حتى هي يعني كلهم لا بأس فيهم، هلا هي ما عنا اياها بس مو قوية بصراحة، الباقي كله حلوين.
بس هم قالوا لنا بالكومنتات هل راح تسحبوا ولا ما راح تسحبوا، شو رايكم بشخصيه لودسييل، هل قويه عن جد ولا لا؟ بقى بس هم يكون الفيديو تبع اليوم اجتكم استمتعتوا فيه، استمتعتوا فيه لايك الفيديو، شوفوا عن الخاص كل جديد مني، شوفوا اخر فيديوهات تانية، مع السلامة.